السلام عليكم ورحمة الله. النهاردة هنتعلم مهارة جديدة مهمة جدا في حصص الزوم. زي ما احنا عارفين، بنأكد دايما عليكم طلابنا الأعزاء في أكاديمية المستقبل إن انتوا تكونوا فاتحين الكاميرات علشان المعلم يكون في تواصل بصري معاكم. بس يا أستاذ، أنا مش عايز أفتح الكاميرا لأن تفاصيل الغرفة اللي أنا قاعد فيها بتظهر وأكون محرج إن أنا أفتح الكاميرا بتاعتي. لأ، هقول لكم النهاردة طريقة سهلة جدا تخلينا نخلي خلفية الكاميرا بتاعتنا صور جميلة حتى من إنشاءنا. أول حاجة لازم تكون محمل الأبليكيشن، أبليكيشن زوم، ما تستعملش الموقع. واللي لسه لحد دلوقتي محملش أبليكيشن زوم، تحميله سهل جدا. هتروح من جوجل، هتكتب زوم آب بالشكل ده، هيظهر معاك الداونلود سنتر بتاع زوم. هتبدأ تحمل الأبليكيشن المناسب لك، اعمل داونلود، هتلاقيه بيتحمل زي ما انا حملته كده، وتقدر تحمل الابلكيشن. الابلكيشن يعني مش هتستعمل بقى متصفح، هيبقى ايقونه او برنامج. ممكن بابا او ماما يساعدوكوا كمان في تحميل الابلكيشن. كويس جدا، ولو انت عرفت الطريقه طبعا قولها لاصحابك علشان يستفيدوا زيك. طب انا حملت الابلكيشن. بعد ما تحمل الابلكيشن بتدخل بقى البيانات اللي انت مسجل فيها، وبيكون الابلكيشن بتاعك. طيب خلاص، انا عايز بقى اعرف الخطوة التانية ازاي وانا جوه السيشن لما افتح الكاميرا ما يبانش معايا صورة البيت كده، يبان معايا صورة من انشائي. لما تفتح الابليكيشن روح على العلامة دي اللي هي الترسين دول كده، وبعدين روح على باك جراوند اند فلتر من هنا. هتبان معاك هي صورتك، وهتبان معاك تحت في حاجتين، الفيرشوال باك جراوندز والفيديو فلترز. طيب نبدأ بالفيرتشوال باك جراوندز. هتقدر من هنا تغير خلفيات زي ما انت عايز. لحد هنا دي كلها خلفيات موجودة من عند زوم. كمان انت ممكن تضيف هنا خلفيات من انشائك. طب انت ازاي ضفتها؟ سهلة جدا، من الزر ده اضغط عليه هيقول لك ضيف فيديو او ضيف صورة. طبعا بأكد عليكم هنضيف حاجات مناسبة للحصص. اقول له والله انا عايز اضيف صورة. طب هي فين الصورة؟ والله صورة القطة الجميلة دي. قول له اوبن. خلاص بقت موجودة. تقدر بقى انت في اي حصة قبل ما تبدأ الحصة تبدل ما بين الصور دي زي ما انت عايز. ماشي، لو عايز تعكس الصورة بتاعتك اعكسها من هنا، يبقى ايه كأنها مراية. لو الصورة بتاعتك بان فيها كده بلور كده او عدم وضوح، اضغط على دي هتقدر ايه تخليها واضحة شوية. ماشي، ومن هنا كمان في بقى مجموعة فلاتر كده بسيطة لو انت عايز تستعملها علشان كده ايه في الحصص المرحة او الحصص الترفيهية. اذا فانا قدرت بالوضع ده ان انا في كل حصصي اللي على زوم بدل ما اعرض صور البيت يكون عندي بكل بساطة زي ما انتم شايفين صورة من خلفيات الصور بتاعتنا. شكرا جزيلا، ومنتظرين منكم كل التفاعل في الحصص. السلام عليكم.